القناة الرسمية للقارئ الشيخ ياسر القرشي تقدم لكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سعدنا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وأن يجعل أبناءنا من حملة القرآن، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.